في هذا التسجيل طعن تقليدا لكبراء نحلته في القصيدة الشريفة المنيفة المعروفة بالبردة، وهي من نظم شرف الدين البوصيري. وأتى هذا الطويل بكلام متهافت يدل على عقليته المريضة ونفسيته البغيضة، فكان من طعنه أن قال بأن البوصيري لم يكن من العلماء. ولست أدري ما هذا المغمز، وأي معرة في الشاعر إن لم يكن من أهل العلم. فإن حسان بن ثابت رضوان الله عليه كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، وكان في المسجد منبر يذب فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سارت بشعره الركبان. كان لحسان منبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلقي عليه الشعر ذبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، ولم يكن حسان من فقهاء الصحابة وعلمائهم. وزعم هذا الجاهل الكبير أن قصيدة البردة بها شركيات، مع أننا لا نعلم قصيدة على وجه الأرض لقيت قبولا كمثل هذه القصيدة، فهي قصيدة تلقاها الناس بالقبول التام، عربهم وعجمهم، عامتهم وعلماؤهم، وقد اعتنى بها الخاصة والعامة في مشارق الأرض ومغاربها من جميع الفرق والمذاهب الإسلامية إلا الطويل ومن لف لفه من أهل نحلته. فتراهم بين ناظم على رويها ومعارض ومطارح لها، وبين مشطر ومخمس ومسبع لها، وبين مشتغل بإعرابها وشرحها، ولا أدل على ذلك من الشروح الكثيرة التي وضعت عليها. فقد شرحها الإمام المقرئ المحدث شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد القسطلاني، أحد أشهر شراح صحيح البخاري، في شرح له أسماه على هذه القصيدة سماه شرح البردة، المسمى مشارق الأنوار المضية. وممن تعرض لشرحها كذلك الإمام الفقيه الأصولي المحرر محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي أو الزركشي. وممن شرحها من أئمة السنة من أهل السنة والجماعة الكبار الإمام المحدث الفقيه الأديب المتقن النادرة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن محمد المعروف بابن مرزوق، في وهو من علماء تلمسان المالكية، وسمى شرحه إظهار صدق المودة في شرح البردة. ومن العلماء الذين تعرضوا لشرحها من علماء أهل السنة الكبار الذين تعرضوا لشرحها الإمام الشيخ محمد علي المعروف بن علان الصديق المالكي، في شرح له أسماه الذخر والعدة في شرح البردة. وممن شرحها كذلك العلامة العلامة الكبير الملا علي القاري، في شرح له أسماه الزبدة في شرح البردة. وعلي القاري هذا هو شارح مشكاة المصابيح. ومن العلماء الكبار الذين شرحوا البردة كذلك شيخ الإسلام الإمام العلامة زكريا الأنصاري الشافعي، في شرح له أسماه الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة. ومن العلماء الكبار من أهل السنة الذين شرحوا البردة الإمام العلامة الفقيه المحدث شيخ الإسلام أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، في شرح له أسماه العمدة في شرح البردة. والهيتمي من أشهر وأكبر علماء أهل السنة والجماعة. ومن علماء أهل السنة الكبار الذين شرحوا البردة العلامة الإمام محمد الطاهر بن عاشور التونسي المفسر الأصولي اللغوي، في شرح له أسماه شفاء القلب الجريح
بشرح بردة المديح. ومن علماء أهل السنة الكبار الذين شرحوا البردة أيضا شيخ الإسلام وشيخ الأزهر في وقته الشيخ إبراهيم الباجوري، ومنهم كذلك الشيخ الإمام خالد الأزهري أيضا شرح البردة، وشرحها شراح آخرون كصاحب النفحات اللطيفة على البردة الشريفة. وذكر الحافظ ابن حجر في كتاب الإنباء أن ممن اعتنى بالبردة شرحا وتخميصا زين الدين الحلبي وأبو عبد الله محمد بن عبد الحق السبتي إذ شرحها، ونجم الدين السكاكيني إذ خمسها، وخمسها أبو البقاء الحنفي المعروف بن الضياء وسمى تخميصه لها تخليص الزبدة في تخميص البردة كما ذكر ذلك في كتابه تاريخ مكة. وشرحها كذلك الإمام النحوي الكبير الشهير ابن هشام المصري الحنفي ثم الحنبلي كما ذكر ذلك ابن تغربردي في كتاب النجوم الزاهرة، والعلامة اللغوي شمس الدين بن الصايغ، وخمسها عمر بن سراج الدين الفيومي الشافعي تلميذ السراج البلقيني كما ذكر ذلك ابن العماد الحنبلي في الشذرات، وشرحها زين الدين الحلبي الحنفي كما في الشذرات كذلك، وشرحها شمس الدين المعروف بن فستق الشافعي ومحي الدين القوج الحنفي. فهل جهل هؤلاء العلماء الأجلة الكبار أن قصيدة البردة قصيدة شركية؟ وعلم بعد ذلك هذا الجويهل المعتوه الطويل أن هذه القصيدة احتوت على شركيات.